يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. نادي الاهلي يواصل كسر ارقامه القياسيه، هو اللي بيكسر ارقامه هو يعني الموسم ده. نادي الاهلي النهارده بيوصل للمباراه رقم 21 على التوالي، بيحقق فيها الانتصار عشان يكسر الرقم اللي كان موجود من كام يوم، اللي هو 20 مباراه على التوالي دون هزيمه وبانتصارات متتاليه. الاهلي اليوم بيفوز على زد، الفريق المحترم جدا، 2-1. كهربا مرة أخرى يعود لتشكيلة النادي الأهلي ويسجل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. الهدف أمام حضراتكم، ويبدو بشكل واضح جدا أن كهربا يلعب تحت ضغط كبير جدا، ضغط من وجهة نظري هو حطه على نفسه، مش حد اللي حطه عليه. لعيب كبير، ما فيش خلاف أن كهربا لعيب كبير، بس هو حط نفسه تحت ضغط مش مفهوم يعني. بعد كده احمد عبد القادر ايضا بعد فتره غياب يسجل هدف الثاني للنادي الاهلي وهدف تاكيد الفوز في الدقيقه 63 بمهاره كبيره كعادته. النهارده كريم الدبيس شارك مع النادي الاهلي بعد العوده من رحله المنتخب الاولمبي في باريس، وايضا الناحيه الثانيه مصطفى سعد ميسي لعب مع زد بعد العوده من باريس مع المنتخب الاولمبي وسجل هدف زد الوحيد في الدقيقه 87، الهدف امام حضراتكم. ايضا قطه كان موجود برده ورجع هو الاخر من المنتخب الاولمبي. النهارده مباراه اخرى كانت ما بين بيراميدز وطلائع الجيش، بيراميدز فوز كبير جدا بعد ضمان خساره الدوري، العكس شويه يعني الاسبوع اللي فات كان الاهلي حسم الدوري وبيراميدز فقد حظوظه رسميا في الفوز بالدوري. قدر النهارده بيراميدز بعد ما تخلص من كل الضغوط يفوز 5-2 على طلائع الجيش. فيصل مايلي واحد من افضل المحترفين الاجانب في الدوري المصري، سجل الهدف الاول في الدقيقه السادسه، سجل هاتريك فيصل مايلي النهارده الهدف امام حضراتكم الهدف الاول، ثم اضاف الهدف الثاني بعدها مباشره، بعدها بدقيقتين بالظبط سجل الهدف الثاني لفريقه ولنفسه. ثم سجل كريم طارق الهدف الاول لطلائع الجيش في الدقيقه 39، وعاد محمد رضا بوبو وزود غله بيراميدز من الاهداف بهدف ثالث في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الاول. الشوط الثاني دخل طلائع الجيش بقوه اكبر وقدر يسجل هدف تضييق الفارق مره اخرى في الدقيقه 58 عشان تصبح النتيجه 3-2. ثم قدر زلاكا واحد من المتالقين ايضا او بدا يتالق مع بيراميدز في الفتره الاخيره سجل الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقه 65، واضاف فيستون مايلي الهدف الثالث له في هذه المواجهه والخامس لفريقه في الدقيقه 72، يعني 7 اهداف في 72 دقيقه بمعدل كل 10 دقائق هدف. كانت مباراة ممتعة.